مصلحه هاتف سلطان وهدف هدف هدف حارس مرمى بدر جلال. إذا العمانيين يأتون في الهدف الثالث في هذا اللقاء لمصلحة المنتخب العماني وعلى غايب لا تعلم مستحيل بالشرط التسليم هنا الإعداد وهنا الوصول في المرمى بالفعل مثل ما ذكرنا لا يوجد مستحيل في كرة القدم. المنتخب العماني راجع للمنتخب السعودي في الدقائق الماضية خالد الحراسي عكسية ما زال ممكنة والتصدي لوليد أبو رحمة في هذه اللحظة خطيرة لصالح المنتخب العماني دائما من صاحب الامتياز حاتم سلطان هاتف خطير أمام المرمى أفضل لاعب في اللقاءين الأوليين بالنسبة للمنتخب العماني خطيرة لصالح المنتخب العماني أفضل الوجوه فعلا التي قدمتها البطولة من خلال عطاء